سيلا خبروها كيف ينساها الولوع، كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع، كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بين الضلوع. أشعر أن الأندلس كلها جمعت في قرطبة، فكنت أثناء تجولي بها أطلق لفكري العنان ليسترجع صفحات تاريخ زاهر يضم جليل المآثر. ومع اعتزازي برجال تاريخ الفتح الإسلامي للأندلس، إلا أن بداية التاريخ الأندلسي المشرق بدأ منذ عهد الإمارة في بداية حكم عبد الرحمن الداخلي رحمه الله. قرطبة انطلاقة عبد الرحمن الداخل، قرطبة بوابة الدنيا لعبد الرحمن الداخل. وقفت على قنطرة السمح بن مالك على ضفة نهر الوادي، أرقب جامع قرطبة الذي شيده عبد الرحمن الداخل وأكمله من جاء بعده. ما أروع ما صنعت يا عبد الرحمن، لقد غدا جامع قرطبة بعدك مشعلا من مشاعل النور والهدى، ومنبرا من منابر العلم النافع. لكن انطفأت تلك المشاعل، وصار الجامع متحفا يأمه الملايين الذين لم يقرأوا شيئا من سيرتك ولا عرفوا شيئا من خبرك. لا أدري هل أنا كغيري من هؤلاء الملايين الذين يؤمون قرطبة وغيرها من مدن الأندلس أم لا، لكن أحسب أنني جئت أبحث عن آثار عبد الرحمن الداخل. استأذنت أصحابي وقلت دعونا نزور هذا الجامع، دعونا نزور أثرا من آثار عبد الرحمن الداخل، دعونا نتذكر هذا الرجل. إننا نقف في مدينته، في عاصمة بلده، إننا الآن على مشارف الدخول إلى جامع قرطبة. ما الذي تريدوننا أن نقوله في هذا الجامع؟ هل ندعو لعبد الرحمن الداخل؟ هل نصلي من أجل عبد الرحمن الداخل؟ هل نراقب تلك الأحجار التي جمعها عبد الرحمن الداخل من أصقاع الدنيا فبنى بها هذا الجامع؟ دعونا نقف عند المحراب الذي كان يريد عبد الرحمن الداخل أن يصلي به، دعونا نتابع تلك الأساطين التي أراد عبد الرحمن الداخل أن تضم العلماء فينهل الناس من علومهم ويجتمعون من مشارق الأرض ومغاربها. دعونا نقف عند فنائه وما فيه من التزاويق، وما فيه من الأشجار، وما فيه من الماء الذي يتوضأ منه الناس. دعونا نقف عند منارته التي أراد منها عبد الرحمن الداخل أن تصدح بكلمة التوحيد. دعونا نرقب هذه المنارة التي يراها الرائي من بعيد. جمعنا عدتنا وانطلقنا إلى جامع قرطبة، انطلقنا إلى جامع عبد الرحمن الداخل. لا يهمنا إلا أن نسترجع تاريخ عبد الرحمن الداخل. فما الذي جرى على عتبات جامع قرطبة؟ Ooh.
صاد الجيوش لسبع عشر حجة ولداته عن ذاك في أشغالي فغوت بهم أهواؤهم وسمت به همم الملوك وسورة الأبطال. عبد الرحمن الداخل صقر قريش من أعظم القواد الذين عرفهم تاريخ هذه الأمة. التاريخ مع عبد الرحمن الداخل والحكايات معه تطول، فدعونا نأخذ جانباً من جوانب حياة هذا الرجل العظيم. عبد الرحمن الداخل نشأ في أسرة صالحة معروفة بالعلم والفقه والأدب والشجاعة والملك والجاه، وانظروا إلى تأثر النشأ الصغير مع رجل آخر من أهل بيته معروف بالشجاعة والقوة. ارتبطت سيرة عبد الرحمن الداخل بالشجاعة والقوة والسؤدد والملك وكثرة الفتوحات. انظروا إلى شخصية أثرت تأثيراً بالغاً بعبد الرحمن الداخل. كان هناك رجل في بني أمية من أولاد عبد الملك بن مروان يقال له مسلمة ابن عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان ولي الخلافة منه أربعة من أبنائه: الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك. لما لم يلي الخلافة مسلمة بن عبد الملك وقد كان من أكبرهم سناً وأرجحهم عقلاً وأعظمهم فروسية وأكثرهم بأساً؟ لأن العرب في الجاهلية وفي بداية عصر الإسلام كان بعضهم لا يولي رئاسة القوم ولا السؤدد من كانت أمه أمه، وهكذا كان بنو أمية. بنو أمية في زمن القوة لم يل الخلافة منهم رجل كانت أمه أمه، أو كما تسمى أم ولد، يعني هي الأمة التي تنجب ولداً فتكون حرة بموت سيدها. فلما نبغ في زمن التابعين ثلاثة كانت أمهاتهم أمهات أولاد، أحب العرب ذلك: سالم بن عبد الله بن عمر أمه أم ولد، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أمه أم ولد، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أمه أم ولد. هؤلاء الثلاثة كانوا من أنبغ التابعين، كانوا أهل علم وفضل وصلاح ودين. فلما رأى فيهم العرب ذلك قطع كثير منهم هذه العادة التي توارثوها كابراً عن كابر. مسلمة بن عبد الملك لأن أمه كانت أم ولد لذلك لم يوله بنو أمية الخلافة، ومع ذلك كانوا يقدمونه في مقدمة الجيوش. كان من أشجع قواد بني أمية، كانت له الصوائف والشواتي، يقود الجيوش في وقت الصيف وفي وقت الشتاء. مسلمة بن عبد الملك لما تربى في حجره وفي قصره وفي بيته عبد الرحمن الداخل في نفس المكان رأى فيه النجابة منذ صغره، ومسلمة في ذلك الوقت كان قد كبر عظم سنه ورق عظمه. فلما رأى عبد الرحمن بن الداخل، رأى عبد الرحمن بن معاوية الذي عرف بعد ذلك بعبد الرحمن الداخل، قال: إني أرى فيك نجابة وشجاعة. هذه الكلمة صحبت عبد الرحمن بن معاوية طوال حياته إلى أن توفي، وفيه يتبين أثر الكلمة الصالحة التي تقال للنشء في حال طفولتهم. فإن الولد الصغير إذا غرست فيه صفة العلم وصرت تكررها عليه وتهيئ له ذلك كان عالما، إذا هيأت له صفة القيادة وكررت عليه هذه الصفة كان كذلك. فلازمت هذه الكلمة عبد الرحمن بن معاوية، فما من وقعة يقوم بها ولا حرب يشارك فيها إلا وينتصر على عدوه وينتصف منه. تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن وطن النخل، فقلت شبيهي في التغريب والنوى وطول التنائي عن بني وعن أهلي. نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي. لحن ردده عبد الرحمن الداخل
وأنشودة خرجت من صميم فؤاد مقرح بالجروح لفراق أهله ووطنه. عبد الرحمن الداخل يبني له رصافة كرصافة جده هشام بن عبد الملك مدينة في بلاد الأندلس، بناها عبد الرحمن الداخل وسماها مدينة الرصافة من رصف الحجارة على غرار مدينة جده هشام بن عبد الملك. ولما كان جالساً في رصافته وإذا به يرى نخلة شامخة واقفة لوحدها، فذكرته بأهله وهيجته على الشجا والبكاء: أيها الراكب الميمم أرضي، اقرأ السلام من بعضي لبعضي، إن جسمي كما تراه بأرض وفؤادي ومالكيه بأرضي، قدر البين علينا فافترقنا فعسى باجتماعنا سوف يقضي. البين جرعني نقيع الحنظلي، البين أثكلني وإن لم أثكلي، ما حسرتي أن كدت أقضي، إنما حسرات نفسي أني لم أفعلي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. عبد الرحمن الداخل نأت به الديار وطالت به الأراضي، وبعد به المدى عن موطنه ونشأته ومحل ولادته أرض الشام، ومع ذلك كان يتوق إلى أرض الشام. بل إن بعض كتب التاريخ قد ذكرت بأن عبد الرحمن الداخل قد هم بمبايعة أبي جعفر المنصور، أراد أن يجمع كلمة المسلمين، ما كان يسره أن تفرق كلمة المسلمين، لولا أن كثيراً من بني أمية ومن ساكني أرض الأندلس رفض أن يعلن البيعة والطاعة لبني العباس. عبد الرحمن الداخل يصور لنا جلياً معنى أن الإنسان وإن زينت له الدنيا واجتمعت له الخيرات وازدانت له الطبيعة بنخيلها وأزهارها وحدائقها وبساتينها، فإنه إن كان بعيداً عن وطنه يرى نفسه في سجن، منازل لم تألف لها النفس مألفاً، على أن فيها كل ما تشتهي النفس، ولا عيب فيها غير أن ليس لي بها أنيس، وفقد الخل في غربة حبس. عبد الرحمن الداخل سيرة من أعظم السير التي خلد التاريخ ذكرها والتي غفل عنها كثير من أبناء اليوم، فقد نقش اسمه في المدارس والشوارع وحفلت به كتب المناهج لو وعى بذلك سامع، لكن كعادتنا في عظمائنا نذكرهم على الكاغد والورق ولا نذكر هديهم إلا عند الحنين أو الأرق. يا أمة الإسلام، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بعد وقعة المسارة أو المصارة التي وقعت بين عبد الرحمن الداخل وجيشه مع جيش يوسف بن عبد الرحمن الفهري الوالي الذي كان يلي أمر بلاد الأندلس، فر يوسف بن عبد الرحمن الفهري بجيشه، فأراد جيش عبد الرحمن الداخل أن يلحقوا بجيش يوسف بن عبد الرحمن الفهري، فماذا قال لهم عبد الرحمن؟ لا تتبعوهم، اتركوهم، لا تستأصلوهم، لا تستأصلوا قوما لعلهم يكونوا في يوم من الأيام معكم لاستئصال عدوكم. هذه الشخصية التي اتصف بها عبد الرحمن الداخل في حلم وأناة وعقل وحكمة، إنه يرى هؤلاء الذين يقاتلهم على أنهم إخوان له، إخوان له بغوا عليه، لعله في يوم من الأيام يكونون جميعاً في صف واحد فيقاتلوا عدواً واحداً وهم النصارى الذين كانوا يقيمون على أرض الأندلس. وهذا الذي جرى فعلاً، فإنهم بعد ذلك كانوا صفاً واحداً، بعد أن تم القضاء على جميع الثورات اجتمعوا جميعاً تحت راية عبد الرحمن الداخل. وبعد نفس الوقعة جاءه أحد جنوده فأساء معه الأدب في الكلام،
لم يتأدب بأدب الكلام مع الأمير القائد، فقال له عبد الرحمن الداخل: لولا ما نحن فيه من النصر لعلمتك كيف تحسن الكلام، إنك قد زللت في ساعة نصر. فقال هذا الرجل: أيها الأمير، إني أسأل الله ألا أزل بين يديك إلا عند ساعة نصر. ومن أعظم مآثر عبد الرحمن الداخلي رحمه الله أنه جدد القنطرة التي بناها السمح بن مالك الخولاني رحمه الله في سنة 113. نجلس الآن على ضفاف النهر الذي بنيت عليه القنطرة العربية التي بناها السمح بن مالك وجددها عبد الرحمن الداخل، وهي على مشارف جامع قرطبة الذي نراه من هنا، وهو جامع بناه عبد الرحمن الداخل ثم لم يكمل بناءه لوفاته، فأكمل أبناؤه ومن جاء بعده أيضاً بناءه. عبد الرحمن الداخل أسطورة وحكاية، وقفنا مع شيء منها لعل غيرنا يكمل ما وقفنا عنده. نراكم على خير. كيف ينساها الولوع، كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خبروها، كيف ينساها الولوع، كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بينه.